النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل كما في الصحيحين القثاء بالرطب. القثاء هو الذي يشبه الخيار، وهذا له فائدة في التسمين، في التسمين الذي يراد منه العلاج، لأن السمنة مذمومة شرعا، الإفراط في الأكل هذا مذموم، لكن لو كان الإنسان به ضعف فأراد أن يتسمم من أجل أن تكون صحته طيبة، فالقثاء مع الرطب. في سنن أبي داود قالت عائشة رضي الله عنها: أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على النبي عليه الصلاة والسلام عن الزواج، فأطعمتني القثاء بالرطب. ولذلك في رواية ابن ماجة قالت: كانت أمي تعالجني للسمنة، على أنه المقصود من هذه السمنة العلاج. فقالت رضي الله عنها: فسمنت كأحسن السمن، يعني من القثاء والرطب.